اللي هو في وسطنا النهارده. نشكر ربنا من اجل ان الرب يسوع موجود النهارده. مين يقول يا رب اشكرك لانك انت موجود؟ امين. نشكر الرب. عايز اقرا بس ايه عشان تقوينا كده باسم الرب يسوع. مزمور 4:6 بيقول ايه؟ كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم اذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بعدين بيقول ايه؟ بسلامة اتبع بل ايضا انام لانك انت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. امين احبائي. نشكر رب يقول بسلامة اتبع بل ايضا انام لانك انت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. رب بيدينا اطمئنان حتى ان احنا نرتاح وننام. بس النهارده مش عايزين ننام في الترانيم. امين. عايزين ناخد قوة باسم الرب يسوع. برحب بكل الناس اللي بقى لها فترة ما جاتش واللي أول مرة يجوا النهاردة. رب يبارككم ونشكر رب على حضوره في وسطنا. النهاردة رب هيمتعنا باجتماع مبارك. أمين أحبائي. أنا بس عايز نفسي نحن رؤوسنا في صلاة قصيرة نقول رب إحنا عايزينك تكلمنا النهاردة. يا لنا الحياة نشكرك من كل القلب من أجل محبتك، من أجل نورك يا رب، من أجل خلاصك، من أجل ما أعددته لنا. أشكرك يا رب لأنك أنت فعلا أنت اللي قلت يا رب بروح القدس على يد وعلى لسان داود بسلامة أتبع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. أشكرك يا رب لأنك أنت ربي في حضرتك نتمتع بالسلام النهارده. وعلى اساس هذا السلام يا رب هنرنم بكل قوه لانك انت حاضر في وسطنا. وعلى اساس سلامك يا رب هندي لك المجد النهارده. يا رب استخدم ابنك الاسيس نزار قلب في بيننا بقوه الروح القدس وخليه فعلا يا رب يا قدوس كلام يا رب يكون ممسوح بالروح القدس حتى يصل الى كل قلب وكل عقل فينا. سيطر على قلوبنا وحياتنا بالروح القدس عشان ندي لك المجد النهارده في حياتنا. اشكرك يا رب يا قدوس لان انت رب تسيطر على انفسنا على عائلاتنا على كنيستنا والمجد يرجع ليك انت بالكامل. اشكرك يا رب السماء لانك انت تستجب تسمع وتستجب ولا تاخذ المجد. امين. كيف احبائي انا ماشي نورك قدامي. مين عارف الترنيمه ديت؟ انا ماشي نورك قدامي. تيجوا نقف مع بعض كده ونصليها بكل قوة النهاردة. أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي. إبليس إن كان يتحداني يبقى حد يرقص قدامي اللي فداني. أمين باسم يسوع. قولها كده بروح الصلاة ورانا الرب دلوقتي. Thank you.
وحدك هيك السجود. مرحبا الأسيس مزار ربنا الرب يباركه ندلع على السلامة. نشكر رب والرب هيستخدمه النهاردة بقوة دم يسوع وقوة غير عادية. آمين. قولوا آمين باسم الرب يسوع. آمين. وحدك ليك السجود. لذلك قول يا رب أشكرك لأنك لك في الموت مخالب.
مفيش مشكله واحده ملهاش حل عنده. لذلك اقول له اشكرك لانك انت رب ليك حل في كل مشاكلي. رب بيتلذذ جدا انك تجيب له الحاجه وهي كده يعني ملخبطه على الاخر ملهاش حل، لكن ازاي تطلع لك حل ازاي ما تعرفش. رب بيفرح قوي كده. غمض عينيك وصلي وقول له يا رب انا بحط قدامك كل حياتي، بحط قدامك الحاجات الملخبطه اللي ملهاش حل، بحط قدامك حياتي اللي غير متقدمه روحيا، بحط قدامك يا رب قلبي المليان خوف ومفيش سلام. يا رب واثق فيك يا رب، في دم يسوع انت شفيع، انت لك شفيع. نعم لا نستطيع ان نتقدم الى الاب بخطايانا، لكن احنا بناتي بشفيع هو يسوع المسيح الذي هو رئيس الكهنه وهو ايضا الذبيحه. لذلك انت يا رب اقول له انت ذبحتي وانت رئيس كهنتي، انا جاي لك، انا جاي وانا بقول لك رب انت عندك حل ليا باسم يسوع. صلي من كل قلبك. انا عايزك تصلي من اجل نفسك، من اجل عائلتك، من اجل الكنيسه، وقول يا رب انا عايز انك انت تتمجد فيا بقوه. انا عايز ان فعلا هذا الاناء الضعيف يظهر فيه قوه روح القدس، واختبر فرحك في كل وقت باسم يسوع المسيح الحي. صلي كده، انا هختم الصلاه بعد شويه، بس عايزك تصلي شويه قدام ربنا كده وتعلن ايمانك بالرب معانا. قول يا رب اشكرك لانك انت ملكي، بضع كل شيء قدامك. اذا كان حد محتاج الحكمه من الروح القدس قول يا رب اديني حكمه. الحد محتاج لاجابه عن سؤال، محتاج يعمل قرار، محتاج للشفاء في جسده، رب عنده يكفي كل الاحتياجات، بس اللي عايز يجيله من كل القلب، مش معتمد على اي حاجه غيره، ما يفتخرش باي حاجه غيره، لكن معتمد فقط عليه هو. اذا كان كل اعتمادك عليه بالكامل تاكد انه سيظهر بقوه في حياتك. على فكره صلاتنا مع بعض بتدينا مع بعض قوه، لان رب شايفنا مش كافراد فقط، لكن شايفنا كعائله واحده. فعشان كده صلاتنا اللي مع بعض دي بتسند بعض ايضا. وانت حتى بتصلي من اجل نفسك وعائلتك، تاكد اللي بيصلي جنبك ايضا هو بيسندك في الصلاه الان. لذلك احنا دلوقتي مسنودين بحضور الرب يسوع فينا كاعضاء في جسد يسوع المسيح. صلي من كل قلبك وقول يا رب انا بعلن ايماني امامك النهارده، انا لك في الموت مخارج. انا بعلن ايماني فيك النهارده انك انت هتطلع من اللخبطه اللي في حياتي دي شيء جميل تستطيع ان تستخدمه لمجدك. يا رب يا قدوس انا بصلي من اجل نفسي من اجل كل واحد النهارده. مجد بقوه الروح القدس يا رب. نحن نعلن ايماننا فيك يا رب. نعلن ثقتنا فيك يا رب. انت اللي لك في الموت مخارج. انت ربي اللي فعلا يا رب خليت ابنك يا رب داود مع كل الاخطار يقول بسلامة اتبع بل ايضا انام لانك انت منفردا في طمأنينة تسكنني. انا مش عايز النهارده حد يخرج بره الاجتماع يا ربي بعد الاجتماع وهو حاسس بعدم سلام، او حاسس يا رب ان فعلا يا ربي ان كان مشكلته اكبر من اي احتمال، لكن فعلا يا ربي القدوس كل واحد يطلع هو عنده سلام وعنده فرح وعنده تأكيد في قلبه إن أنت معنا، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، دعوتك باسمك أنت لي. يا رب يا قدوس نثق في وعودك، نثق في ملكوتك باسم الرب يسوع المسيح النهارده. كلمنا بالروح القدس يا رب على يد القسيس نزار، وإدي له قوة جديدة ومسحة جديدة بالروح القدس حتى فعلا يا رب يا قدوس الكلام يصل إلى كل قلب فيه. باسم الرب يسوع ايضا اذكر خدمه الجميع، نقول لجميع الامم واستخدمها لاجل مجدك رب في كل مكان. اشكرك على الروح القدوس لانك تسمع وتستجيب لك كل المال. امين امين. عايزين نفرح بالرب كده بقوه ونرنم جايين بنغني وبنقدم لالهنا ذبيحه حمد الكلمه الجديده. هي ترنيمه جميله قوي، انا سمعتها على اليوتيوب الاخوه بعدها لي كلمة جميلة قوي. تعالوا نقف مع بعض ونرنمها بقوة باسم الرب يسوع.
هنتعود عليها. هي كلمة جديدة بس هنتعود عليها. المرة اللي جاية إن شاء الله هتكون الكنيسة اللي بتتهز. نقول العدد الأخير: ماشيين وياه موكب نصرة وغالبين بسلاح الروح. أمين. وحياتنا تكون قدام وعدد جلاله هنا يفوح. وإلهنا النعمة يتقوي ويثبتنا في الإيمان ويمكننا بقى اسمه إيه؟ السلطان. هللويا. Yeah.
بسرح الترنيمه دي بتقول علي صوتك بالتسبيح. هم لاقيين كده. علي صوتك بالتسبيح، عايزين نعلي اصواتنا باسم الرب يسوع، عايزين نفرح بالرب النهارده. يستاهل المجد، صدقوني يستاهل المجد، يستاهل المجد ونعظمه، هو الهنا الحي. امين؟ رب كاتب لينا نجاه من كل شيء. رب كاتب لينا حياه ابديه. رب كاتب لينا من انتصار الى انتصار. عشان كده عايزين نجيب المجد النهارده. امين؟ علي صوتك بالتسبيح وانشد المسيح. هو الاسم الغالي العالي ليه كل الايه؟ مدينه. مفيش حد يستاهل المدينه غير هو. امين؟ تعال مجد رب النهارده. Thank you.
السماء يعرف ان دي حقيقة. هللويا. اطمن على مستقبلك بالكامل، انت ذاهب للسماء. امين. هللويا. عايزين العدد الاخير، المركبة جات وفيها صوت تسبيح والريس فيها بينادي يا رايح للمسيح. بس لما تيجي بقى انا رايح للسماء انا عايز صوت ده يكسر المكان. امين. كلام الرب اداهم النهارده، ونشكر من اجل الاخبار الحلوه اللي بنسمعها عن عمل الرب. امين. الترنيمه الاخيره بتقول يا رئيس السلام. في الحقيقه هتلاقي اكثر حاجه الرب يسوع اول ما قام من الموت ودخل الابواب مغلقه قال ايه؟ سلام لكم. هو المسيح لما بيدخل مش بيقول السلام زي اي حد كده، سلام لكم وسلام عليكم، لا، ده هو بيدي سلام لكم، يعني هو بيعطي سلام. وده اللي اختبرته أنا من ساعة ما قلت للرب إن فعلاً الرب بيدي سلام معجزي، سلام عجيب يفوق كل عقل. النهارده مش هنخرج من هذا المكان إلا وإحنا فعلاً مليانين بهذا السلام. كلمة بتقول يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أغمرنا بسلام. أمين أحبائي؟ فعايزين النهارده وإحنا بكده نخرج بقوة وإحنا مليانين سلام. السلام ده هيدينا قوة ان احنا نقرر قراراتنا صح، وهيدينا ان احنا نقدر نشوف الرب بطريقة جديدة في كل وقت. امين. محتاجين لسلام النهاردة، هو هيدي مجانا على حساب دم يسوع. كل واحد يجي يقول له رب فعلا انا جايلك وانا واثق فيك، واثق في سلامك، رب يغمره بسلام النهاردة. امين احبائي. تعالى لنا هذه الترنيمة الاخيرة، يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا اله السلام، اغمرنا بسلامك. Oh, my God.
اللي حضوره من اجل السلامه. مين فرحان بالرب النهارده؟ مين عنده سلام؟ يقول امين بصوت عالي. امين. هللويا. نشكر الرب.